أريح الهوى يا أم شمع ومشعلي على كل قبر دارس أو مجلل. فلست براج قبر من كنت زائرا، أقبر ولي كان أم قبر مرسل. فمن يرجو أو ينزل بميت فإنما رجائي بحي لا يموت ومنزلي. فيا راجيا غوث الرفاعي دهره، متى جاء غوث من تراب وجندلي؟ فلو كان غياثا لما احتاج حفرة تقيه وحوشا إن تنل منه تأكلي. فدع ميتا يحتاج للقبر واستغث بحي كريم منعم متفضل. ويا أيها الراجي حسينا بكربة، أترجو بكرب من أصيب بكربلي؟ فلولا حسين كان يملك نجدة لأنجد نفسا منه في ضنك منزلي. فدع كربليا واستغث بمهيمن، به الكرب يمحى والبليات تنجلي. ويا أيها الراجي عليا لقوة، أترجو القوى ممن تقوى بجحفلي؟ فلو كان يستغني عن الجند ساعة لما ظل يشكو منهم كل تنبلي. فما لعلي لم يجي الحرب وحده، وما لعلي وحده البأس لم يلي، وما لعلي لم يقي القتل نفسه بعاقبة جارت عليه بمقتلي. فخل ضعيفا دون حول وقوة، وباسم القوي الحق سبح وحوقلي. ويا راجيا عيسى ليأتي برزقه، متى كان عيسى فيض رزق ومأكلي؟ فها هو عيسى يسأل الله ربه كما جاء في إنجيل عيسى المنزل. هو القائل ارزقنا كفافا إلهنا، فما لك عن رزاق عيسى بمغفلي. فدع سؤل عبد ليس يملك رزقه، وأمل برب فوق سؤل المؤمل. ويا من يرجي المصطفى لبلائه، لقد سرت ضد المصطفى فتمهلي. فما المصطفى كرب العباد بكاشف، ولا المصطفى حال الورى بمحول. فها هو لم يسطع شفاء وحيده، ولا استطاع يهدي قلب عم مضلل. فلا تدعو أن المصطفى وادعو قادرا، بكاف ونون منه همك ينجلي. هو الله رب الكون والكون عبده، فلا تسألن العبد والله فاسألي. هو الله مولانا له الملك وحده، وليس لغير الله حبة خردلي.